عندنا النقطة الأولانية، في اقتراح دايما بيطرح فكرة التقسيم لمنع الاحتكار، وأعتقد أن ده ممكن التعامل في بعض النماذج معها. يعني كريس هيوز أحد مؤسسي فيسبوك بيكتب مقالة في نيويورك تايمز في 2019 بيقترح فيها عملية تقسيم لفيسبوك زي ما حصل في شركات البترول في بداية القرن أو نهاية القرن اللي قبليه. فكرته الأساسية أن فيسبوك وإنستغرام وواتساب يتم تقسيمها إلى ثلاث شركات، ولا يعود هناك هذا الاستحواذ على السوق تماما. هل نقدر نقسم داخل فيسبوك نفسها؟ ده سؤال ربما أكثر تعقيدا من ذلك، بس الموضوع مش مجرد فكرة التقسيم. أعتقد أن احنا فعلا محتاجين رقابة تبقى على فكرة الخصوصية، يبقى تم تحديد قدر من المعايير المشتركة بين شركات التواصل الاجتماعي من خلال رقابة حكومية عليهم على ما هو المسموح ليهم ان هم يعرفوه عننا وايه اللي مش مسموح ليهم. هذا سؤال بمحله. اعتقد جاك مؤسس تويتر قال انه هو عنده استعداد يتقيد بمعايير عم تحطها شركة مستقلة. هو بالحقيقة عم يسعى هلا لتشجيع الناس على تشكيل هي الهيئة المستقلة لمراقبة المحتوى. فانا بعتقد انه هذا احد الحلول الهامة بالحقيقة، انه ما لازم تترك القصة لمزاجية أصحاب الشركات، لازم يكون في مشاركة لا دافع الضرائب من خلال المؤسسات الحكومية بالموضوع. هذا الحوار حيصير بالفترة القادمة، وما حيكون حوار سهل على الإطلاق، بس أعتقد الأزمة اللي عشناها بالفترة الأخيرة بأمريكا واللي لساتنا عم نعيشها هي اللي حتدفع باتجاه التوصل لضوابط معينة أعتقد بالقريب العاجل.